الحمد كابتن لله طه، رب. وصلنا لاخر فقره عندنا. نعم. اسمها انت مين؟ لما اجي اقول لك كابتن طه انت مين؟ اسمك ايه؟ في البطاقه الشخصيه بتاعتك. مش هقول تاريخ ميلادك، هقول عرفنا باسرتك، اكلتك المفضله. هنبدا انت مين يا كابتن طه؟ انا شوف، انا مواطن شاءت الاقدار انها يعني ترميني في حضن النادي الاهلي في بداية شبابي وأنا سني 18 سنة. نعم. ودي أنا بدين الله سبحانه وتعالى وأشكره وفضله عليها، لأنه متى ما دخلت في حضن النادي الأهلي حظيت بالدفء من كل النواحي. الدفء العائلي من إدارة محترمة بتحتضنك وبتتمنى لك النجاح في كل حاجة وبتسهل لك كل الأمور. اسم في البطاقة إيه يا كابتن؟ طه محمود إسماعيل بدران. هوايتك ايه غير كرة القدم؟ هوايتي يعني انا اولا بيتي، تحب قعدة البيت؟ احب البيت، تحب العزلة؟ ايضا يعني في بعض الاحيان ممكن ما ابقاش اجتماعي قوي، لانه ما بحبش اقعد في، يعني بحب الهدوء، احب الهدوء. عرفنا على اسرتك. اسرتي اولا زوجتي الله يرحمها، الله يرحمها، هي توفيت في 2012. هي رفقتني في كل المراحل، من اول ما لعبت، انا اتجوزت سنة 64 وفي عز لعبي يعني، فكانت تحضر المباريات معايا، سندتك معاك وكافحت معاك كل المباريات، كانت تحضر معايا كل المباريات. الله يرحمه ياسين إيليا. وطبعا كانت تتحمل بقى حاجات كتير معايا، يعني في اوقات ترجع زعلان وانت خسران، فرحان تشاركك في الفرح، منتميه للنادي الاهلي الحقيقه. وبعدين عندي اولاد، هاني طه اسماعيل. هاني اول مولود ليا، وهاني لعب في النادي الاهلي لحد ما بقى سنه 17 سنه، ولعب في الجيل يوم ما لعب الفريق بالاشبال، لو تتذكر مباراه الزمالك بتاع 4-2. طبعا هو ده كان فريقه في الجيل. لكن تشاء الظروف، انا وقتها كنت بشتغل في الطائف، فعملت دعوه، ما هو كان في الجامعه ما يقدرش يقعد معايا هناك، ما فيش جامعه، المدارس ممكن لكن في الجامعه لا. فعملت له دعوه في هذه الفتره ان يجي يقعد معايا هو ووالدتي والدته. نعم. حصل فيها، خدوا اللعيبه دول نفس المجموعه، طارق خليل وبدر رجب ومحمد، كل الجيل ده هو كان موجود معاك في الطائف، وهو كان معايا في الطائف، فما اخدش الفرصه دي. في احفاد، لكن ما عندي احفاد. هل هشوف فيهم كابتن طه اسماعيل تاني؟ لا، انا ليا حفيد بيشتغل الان مدرب ومحلل اداء مع ايهاب جلال. مدرب ومحلل اداء علي هاني طه اسماعيل. ده ابن هاني. ده ابن هاني، ده بكالوريوس الجامعه الامريكيه، لكن ما حب يشتغل، هو مهندسه ميكانيكيه، بس هو حب ان هو يشتغل في الكوره، فهو يحب الكوره قوي، فهو التحق فاشتغل في حاجات اكاديميات وحاجات زي كده. وبعدين كابتن ايهاب جلال خده معاه، هو الان محل الاداء، اشتغل معاه في النادي المصري واشتغل معاه في مقصة وبيشتغل معاه. ادي الاسره كابتن طه. ده هاني وابنه كريم. طيب. وسلمى. ربنا يخليهم لك يا رب ويعوضك خير. هو كان في صور عندي بس هم ما صورهاش، لعلي كان فيها حفيدي اللي هو بيشتغل دلوقتي مع ايهاب، يعني ده اللي متصف بالكوره. طيب احنا معانا تقرير المدحت، عاوز يقول لك حاجه. والدي طبعا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، ذكريات كتيره جدا، يعني نشأنا مع الوالد في سفرياته الكتيره. يعني مثلا في البدايات كنت مع الوالد على طول في كل مبارياته اللي كان بيشتغل فيها، كنا في الامارات. مش عارف طبعا، يعني ذكريات كبيره جدا، مش هقدر اقول منين ابدا منين يعني، لكن اللي اقدر اقوله ان والدي طبعا كان اب حنون جدا، كريم جدا معانا. احنا مرتبطين بشكل كبير جدا معاه، بدليل ان احنا على طول عايشين في بيت واحد، بناكل مع بعض،
بنخرج مع بعض، مرتبطين بشكل كبير جدا، وده ساعد طبعا بعد ما والدتي الله يرحمها توفت. كان الوالد معانا على طول. لو احنا كنا في كل واحد في شقة كان هيبقى الأمور صعبة شوية، لكن احنا طبعا عشان احنا مترابطين واحنا من واحنا صغيرين، فكان مهم جدا جدا ان احنا في لما الوالد السن بيكبر طبعا كلنا معاه، كلنا جنبه. من اجمل لحظات حياتنا طبعا ان احنا لما بنتفرج على ماتشات النادي الاهلي مع بعض، بنفرح طبعا مع بعض. من صغري بقى طبعا وانا مع الوالد في سفريات وبره، زي ما قلت قبل كده، اتأثرنا جدا بالكارير بتاع الوالد. اتأثرنا، انا بالنسبة لي يعني كنت بتفرج عليه على طول في ادارته للفريق اللي هو ماسكه من وانا في سن صغير. اتأثرت جدا بطريقة شغله وطريقة اخلاصه في شغله، كانت مهمة جدا بالنسبة لي. عشان كده انا بعد ما خلصت ثانويه عامه دخلت كليه التربيه الرياضيه وخدت ماجستير، واشتغلت في الكارير نفس الكارير معاه، وطبعا ساعدني كتير جدا. بعد ثانويه عامه كنت انا مفكر ان انا اخش في مجال الرياضي بس كليه تانية، لكن هو اصر ان انا اخش كليه التربيه الرياضيه، وفرقت معايا كتير طبعا في شغلي. والحمد لله يعني توفقت ان انا اشتغل في نادي المقاولين العرب 10 سنين، وفي النادي الاهلي طبعا في قطاع الناشئين عندنا 15 سنه، وانا حاليا دلوقتي عضو في لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي، وهو طبعا محلل كبير، ومش انا اللي هقدر اقيم الدكتور طه اسماعيل اللي اقول يعني قيمه كبيره جدا. فاتمنى ان شاء الله كده ربنا يديله الصحه وطول العمر ان شاء الله. هتقول ايه لمدحت يا كابتن طه؟ مدحت هو يعني طبعا من صغره، يمكن في صور من الصور اللي نزلت وهو صغير معايا باستمرار، وهو يحب الكوره، وهو لعب في نادي المعادي. صحيح نادي المعادي مش درجه اولى، لكن هو لعب في نادي المعادي، وهو معاه بكالوريوس تربيه رياضيه ومعاه ماجستير في التربيه الرياضيه ما شاء الله. القدم هو ابتدى تدريب في نادي المقاولين العرب، وبعد كده انتقل الى النادي الاهلي وقعد حوالي 12 سنه او 13 سنه وهو صغير. ده كابتن وهو صغير ده في اسكو، احنا في اسكو قعد 12 سنه مدرب فريق الشباب ما شاء الله. وجميع اللعيبه الكبار اللي في النادي الاهلي طلعوا من الشباب، تريزيجيه طلعوا على ايديه ورمضان، كل دول مروا عليه. وهو ربنا يخليك ليهم ويخليهم لك يا رب، وتشوفهم في احسن صحه واحسن حال. الله يخليك. عندنا بقى ايه اخر العنقود، حفيدك كريم عاوز يقول لك حاجه وترد عليه. جده كان له طريقه يعني سبيسيفيك مع كل واحد، احنا سته، فبدايه من اول حفيد علي وانا اخر واحد، انا اصغر واحد، فجده كان بيتعامل معايا ان انت اصغر واحد مهما انت كبرت انت اصغر واحد. طبعا الموضوع ده كان لذيذ بالنسبه لي، يعني ممكن يكون بيدلعني شوية. كان طبعا الميموريز بتجمعنا كلنا مع بعض، ولكن برضو كان له طريقة مع كل واحد. يعني أنا مثلا كان وهو يلعب معايا من وإحنا صغيرين، كنت أشوف جده اللي هو هي سيريوس مع ناس، وبعدين هو ده الراجل اللي بيجي يلعب معايا أنا، وبعد كده يعني دايما برضه يقولوا لي انت شفتش جده هو متعصب، شفتش جده هو متعصب. لحد السنه اللي فاتت بس شفته هو متعصب مره، المره الوحيده اللي في حياته هزقني. كنت مره جايه متاخر عليه، ودي المره الوحيده اللي كان جده سيريس معايا فيها. لكن بعد كده هو جده لذيذ جدا معنا كلنا، وما بيحبش يزنق على حد حتى في الاسئله، يعني عايز الدنيا كده، مش عايز يرخم على حد، مش عايز اللي هو لا بالعكس، كان يعني بيبقى مركز ان هو يكون لذيذ معنا كلنا، ما يفرقش بيننا كلنا. بحب جده، انا بحبك يا جده. بس ما اقدرش اقول له اكتر من كده. ربنا يوفقك يا جده ويخليك لينا، وبحبك. كريم بكالوريوس هندسة ميكانيكية من كوفنتري سيتي، وبيدرس ماستر دلوقتي، يعني السنة ديت هيدرس ماستر، يعني زي الماجستير يعني. ربنا يخليه لك يا رب. في انجلترا.
كابتن طه احنا وصلنا بقى ايه لاخر حاجه، اسئله سريعه جدا رد سريع. بتحب المطبخ؟ يعني انا احب الاكل بس في الغربه ما سافرت بتاع ما في الغربه طبعا في اوقات في الغربه كنت يعني حتى واحنا في المانيا الشرقيه فطبعا بتعرف تعمل اكله معينه؟ يعني انا جيت مره يعني من نوادر انا احب الفاصوليا البيضاء. الفاصوليا البيضاء واحنا في السعوديه وكانت الحاجه نزلت مع هاني في الجامعه عشان الجامعه وانا فضلت لوحدي وقلت اعمل فاصوليا بيضه، رحت ايه حاطط الميه غاليه وراح حاطط الفاصوليا كده على طول. على المقادير بقى بتاعتك اللي اتعملتها. وبعدين كل شويه واللحمه فيها وبتاع الاقيها محصول زي ما هي. رحت موطي عليها بتاع كنا في مكه وطيت عليها النار ورحت الحرم صليت الظهر ورجعت زي ما هي. ما استويتش. ما استويتش. لا طريقه جملي. رحت شايلها ورميها في الحوض. لها طريقه ثانيه تتسلق وتتنظف الاول تتسلق وبعدين مش عارف كذا قصه يعني. بس انا دي من ضمن الحاجات اللي اخدت فيها درس لما رجعت وبحكي عليها طبعا ضحكوا عليا. ما بتعرفش تعمل اكل تاني اي اكل؟ لا يعني تاني. مثلا اعمل بيض ممكن تجعل نفسك يعني حاجات بسيطه كده يعني. ما فيش اي طبخه معينه انت بتقدر تعملها؟ لا يعني ما مانيش خبير يعني. اكلتك المفضله ايه يا كابتن؟ الباميه. الباميه يا سيدي سيدي. بتحب تسمع الاغاني القديمه يا كابتن طه؟ كنت بسمع لكن دلوقتي بسمع. مين كان مطربك المفضل؟ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب. في اغنيه معينه؟ فريد الاطرش ايضا. فريد الاطرش. ايه الاغنيه انت بتسمعها بترجع للزمن الجميل بترجعك؟ يعني عبد الوهاب كنت اسمع له اغاني منها مثلا اغنيه ودي كانت في فتره الايه الخطوبه وبدايه الجواز اغنيه حياتي انت. حياتي انت. وكنت تسمعها بقى وكانت يعني تمسك معايا في الفترات اللي انا مسافر فيها من معسكر كان في معسكر المنتخب في مصطفى كامل اللي هي المنطقة اللي فيها العمارات بتاع ستانلي دلوقتي الكبيرة دي كان معسكر الجيش هناك. أيوه. وكنا احنا المعسكر بيبقى هناك وسافر بقى مصر في الاجازات وارجع وبتاع والاغنية دي تبقى لنا يعني. ام كلثوم كنت اسمعها برضو. بس انا بطلت الاسمع دلوقتي. انت بتقرا كتير يا كابتن؟ مش كتير قوي. مش كتير. اخر كتاب تقريبا فاكر انت قريته كان ايه؟ لا مش فاكر. مش فاكر. طيب مالكش في السوشيال ميديا؟ لا خالص. انا ما عنديش فيسبوك. كان عندي عملته من 4-5 سنين وقفلته. السوشيال ميديا ممكن تغير رئيس نادي او تغير مدير فني؟ تتاثر على الناء على الناء على الراي العام؟ لا دي طبعا في انديه مؤسسات يعني نادي الاهلي مؤسسه مش ممكن الميديا هتاثر في اعضاء النادي الاهلي عشان ينتخبوا فلان او يشيلوا فلان. نعم. دي ما تنفعش في بعض الانديه النادي الاهلي ما عندوش ديت يعني على وجه الخصوص. في كل الميديا من عيوبها ان عطت للناس مساحه من الحريه انه يقول اي حاجه حتى في حاجات يعني قبيحه لا يمكن تتقال بتتقال شتيمات مع كل ده بيتقال. يعني انت مش مع السوشيال ميديا؟ لا ما احبهاش.